سيدة ونيسي كتب الدولة التكوين المهني والمبادرة الخاصة. أنا جيت اليوم باش يكون لي الفرصة أني نسمع شنو هما لي ريكومونداسيون تاع الشباب اللي خدموا على مشروع وبرنامج ريادة العام اللي فات الكل. والحقيقة احنا الهدف نتاعنا أنه اليوم يكون فما تواصل مباشر ما بين الشباب اللي هما ناشطين في قطاع المبادرة الخاصة وما بين الحكومة وما بين المؤسسات العمومية، على خاطر اليوم أنا مانيش وحدي لهنا، فما البي تي اس اللي موجوده، فما البي اف بي ام اللي موجوده، فما عديد الوزارات زادة كما وزاره الماليه، وزاره التكوين المهني والتشغيل، وزاره الصناعه، وزاره التجاره اللي هما موجودين، دونك المؤسسات العموميه اليوم الكل، باش يكون فما تنسيق حقيقي ما بين حاجيات الشباب اللي هما يحبوا اليوم يقدموا المشاريع نتاعهم ويحبوا يطوروا المشاريع نتاعهم ويحبوا يكون ليهم معناتها نفاذ حقيقي للتمويل ونفاذ للسوق، ويكون فما معناتها نوع مره اخرى من التنسيق ونجم نقولوا حتى دو لا كوهيرونس ما بين الخدمه اللي قاعدين احنا نقدموا فيها على مستوى حكومي وعلى مستوى مؤسساتي وما بين انتظارات الشباب. الفارق اليوم ممكن في الندوه هذيا هو زاد انه فما علاقه مباشره ما بين المواطنه، روح المواطنه، المشاركه السياسيه الفاعله، وما بين كذلك النهوض الاقتصادي. وانا عجبتني برشا معناتها كشابه زاد تونسيه انه يكون فما علاقه متكامله اليوم ما بين انه انسان يكون مواطن فاعل ويكون زاد في نفس الوقت يشارك في نهوض الاقتصاد. دونك المشاركه السياسيه ما هيش فقط معناتها انه انسان يكون نشط في حزب، اما زاد في نفس الوقت انه يكون عنده مقترحات، يكون عنده مشاريع، يكون عنده مشاركه حقيقيه باش احنا في الاخر في تونس نوصلوا الى وجود جيل جديد من الباعثين اللي هما زاد كيف اليوم الحل الاساسي لنهوض الاقتصاد الوطني. الرساله الاساسيه هي انه يكون عندنا ثقه في انفسنا، على خاطر النيجاتيفيتي وال انه واحد يكون معناتها ما عندوش برشا امل في بلاده ولا في النظام اللي هو عايش به فيه ولا في المؤسسات اللي دايره به، الحقيقه هذا ما يساعدش. احنا اليوم فما مؤشرات طيبه برشا، فما مؤشرات معناتها في الحقيقه اللي تعكس شويه الجو هكا النيجاتيف شويه اللي موجود، ولا لي زيكسبليكاسيون ولا لي زيكسبرتيز ايكونوميك اللي هما سون ان بو نيجاتيف. واحنا امس كان عندنا فرصه انه ننطلقوا في اوتي جديد اسمه ستارت اب ماترز، اللي هو يقيم معناتها كل مدينه اليوم في العالم العربي وفي افريقيا زاد كيف شنو معناتها حظوظها اليوم في دفع المبادره الخاصه وفي دفع الستارت اب. تونس معناتها كانت في المرتبه الاولى، وفي الحقيقه هذوما المؤشرات اللي لازمها تخلينا احنا نكونوا عندنا ثقه في انفسنا. صحيح مازالوا فما برشا تحديات قدامنا، نوتامون معناتها تحديات على مستوى تشريعي، على مستوى القانوني، على كذلك معناتها وجود نوع من الشفافيه في المعاملات، في النفاذ للتمويل. اما خلي عندنا ثقه في انفسنا وخلي عندنا ثقه في قدراتنا، على خاطرنا اللي قاعده نشوف فيه اليوم من معناتها الابتكار وبالحق اون فغي كرياتيفيتي في المشاريع الاقتصاديه في تونس من طرف الشباب، حاجه مش موجوده في حتى بلاصه اخرى.